عيدنا الرياضية والبداية بكرة القدم كالعادة مع آخر أخبار المنتخب الوطني لتونس. يختتم تحضيراته اليوم قبل ملاقاة جزر القمر غدوة إن شاء الله في مباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات بطولة أمم إفريقيا. كان المغرب 2025 ضمن منافسات المجموعة الأولى. قلت مباراة غدوة إن شاء الله برمجة 8 تعليل في رادس. اليوم 11 في قاعة الندوات بالإدارة الفنية الوطنية انطلق الاجتماع الفني الخاص بهذه المواجهة. منتخبنا مشرتدي الأزياء البيضاء في المقابل جزر القمر المنتخب المنافس بالشلعة بالألوان الخضراء. قاعة الندوات بالإدارة الفنية الوطنية هي نفس المكان باش يحتضن أيضا الندوة الصحفية للمدرب المنتخب التونسي فوزي البنزرتي بعد قليل مع ماضي ساعتين، وتليها مع ساعتين ونص الندوة الصحفية لمدرب جزر القمر. مواجهة مهمة من أجل توسيع الفارق على بقية المنتخبات. المنافسة والاقتراب أكثر بنسبة كبيرة من حسم أمل التأهل إن شاء الله للكان. مباراة حدث عليها المدرب الوطني فوزي البنزرتي. ثلاث نقاط مهمين بالنسبة لنا باش النجم نشوفوا ملاعب جدد. إذا ترشحنا بطبيعة الحال باش توقع نجربوا عدة لاعبين اللي يمكن ما خذوش حظهم في الفترة هذه. يعني هذا يساعدنا ياسر حتى المستقبل المنتخب التونسي اللي عنده جون اللي عنده مو جون اللي عنده جوار اللي ما جبناهمش نوليو نجيبوهم، خاصة الصغار نجموا نعمل عليهم ونجموا نجيبوهم ونجموا نشاركوهم في المقابلات إذا وصلنا معناتها ترشحنا نهائي. منتخب جزر القمر عنده نقطتين توا صحيح، ولكن قاعد يتطور برشا. تطور كبير كلهم تطوروا معناتها. القمر راه في الكاليفيكاسيون تاع الكوب دي موند هو لي بريمير، اللي يلعب مع غانا ومع مالي هو قبلهم هو لي بريمير، وعنده ثلاثة لاعبين مستوى كبير برشا. هذا معناتها الاحتياط لازم، لكن أنا بالنسبة لي عمري ما خفت من جماعة، فهمت نحاول نفرضوا أسلوبنا نفرضوا طريقتنا وإن شاء الله ربي ينجحنا أكثر. معناتها إذا الجمهور أكيد يلزم يكون موجود، ونحن شفنا الأيامات اللي فاتوا الجمهور ماهوش قاعد يحضر برشا إن شاء الله. معناتها ماك تعرف الجمهور يحضر في المناسبات الكبيرة، فهمت حسوها مناسبات ماهيش كبيرة برشا. دونك معناتها دعوة الجماهير الرياضية بتكون متواجدة معناتها تشجع المنتخب. كان فوزي البنزرت حادث على المباراة على المنافس جزر القمر اللي هو ثاني في الترتيب، عنده زوز نقاط بعد منتخبنا الأول بستة نقاط والمركز الأخير لغامبيا ومدغشقر بنقطة واحدة. أيضا تحدث على حضور الجماهيري، عملية بيع التذاكر انطلقت البارح في شبابيك ملعب المنزل، تواصل اليوم من 9 حتى 5 وغدوة إن شاء الله في نهار الجمعة من 9 حتى 6 يعني في شبابيك ملعب المنزل. وأيضا مسرح الهوائل تلق بيرات استسعار 5000 7000 10000 15 دينار و20 دينار. نبقى في نفس الإطار، يوم تلعب مجموعة مباريات الجولة الثالثة من تصفيات الكان. مساتين بعد شوية ناميبيا زيمبابوي، الخامسة الكونغو تنزانيا، الكابفير بوتسوانا، غانا السودان، الثمانية جزر القمر أو الجزائر تواجه المنتخب التوغولي في ملعب عنابة، واحد من 7 ملاعب مؤهلة قاريا. بوركينا فاسو يستضيف بوراندي. محليا وزارة الشباب والرياضة أعلنت تأجيل جميع الجلسات العامة للجامعات الرياضية لحين إشعار آخر. أيضا جلسة عمل انعقدت البارح بين وزير الشباب والرياضة وأعضاء هيئة التسوية والمكلفة بتسيير جامعة كرة القدم، والجلسة خصصت للنظر في ملف التحكيم والحلول لتغطية مصاريف تركيز تقنية الفار. اليوم 5 بمقر البلدية بقفصة باش تنطلق الجلسة العامة الانتخابية للقوائم الرياضية بقفصة، وقائمة وحيدة قدمت ترشحها هي قائمة السيد خالد بن نور. ذكر أيضا البارح العشية كان الموعد مع الجلسة العامة الانتخابية الملعب التونسي، وعلى إثرها تم انتخاب القائمة الوحيدة الموجودة هي قائمة الرئيس الحالي محمد محجوب للمدة النيابية 2024-2027. رئيس الملعب التونسي محمد محجوب يتحدث عن أهم النقاط اللي جات البارح في الجلسة العامة الانتخابية للملعب التونسي. بالنسبة لي أنا أهم نقطة مواصلة على إشعار الملعب التونسي محليا وقاريا، هذه أهم حاجة خاطر كرة القدم في الأخر راهي نتائج تخلي الإنسان يعيش ويواصل. وفقنا ربي سبحانه وتعالى باش خدمنا خدمة بتضافر جهود تاع الناس الكل، عملنا كيف حاولنا نكونوا في لو نيفو باش نجموا ناخذوا تيتر، راهو لازم تكون طالع في لو نيفو، لازم معناتها لي بتي ديتاي حاجات اللي توصلك باش تاخذ تيتويات، راهو تيتر مو ساهل. رياضيا كنا قويين والحمد لله، وهذا باش يهد الناس الكل، وإن شاء الله نواصلوا ونقعدوا على المال هذا خاطر ساهل باش تيتر مش تقعد في النيفو. هو ذاك هو الصعيب في الاخر. نحن اهم حاجه بالنسبه نحن الملعب التونسي انه يكون ايكيليبري فينانسيرمون، يكون في لو تابلو، يكون سبورتيفمون، يكون في الكره اللي يحبها جمهور الملعب التونسي. هذا هو الخدمه نتاعنا باش نخدموها على 3 سنين هذو. نطلبوا من الجماهير باش لازم يكون عنده النومبر دي زابوني كيما ليكيبات المنافسين باش نجموا نظاهرهم، لازم نلعبوا ما غير قصان نتساكر معناتها نبيعوا لي زابونمون نتاعنا الكل. هذا اللي نطلبوا من الجماهير نتاعنا.
الموقع الرسمي للترجي الرياضي أنزل صورة تم نشرها عبر صفحة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، فيه صور لأبرز نجوم العالم يرتديوا رقم 10 باش يشاركوا في مونديال العالم للأندية كيما لوكا مودريتش، كافاني، نيمار، غريليتش ولاوتارو مارتينيز إلى غير ذلك. صورة ثمت أيضا لاعب الترجي الرياضي البرازيلي يانساس بالقميص رقم 10 لجانب هذه النجوم. كذلك كان موجود مهاجم الأهلي المصري جنوب أفريقي بيرسيتاو. إلى الكرة الطائرة، منتخب الأكابر كمل اليوم تربص إسطنبول يخصه للتحضير للمشاركة في البطولة العربية اللي باش تحتضنها البحرين من 30 أكتوبر لغاية يوم 11 نوفمبر. اليوم كما قلت ختام التربص بمباراة ودية هي أخيرة في هذا التربص ضد بيوك شهير، انتهيت منذ قليل بفوز المنتخب التونسي 3 أشواط نظيفة. نذكر منتخب الوطن التونسي فاز في المباراة الأولى والثانية ب3 أشواط نظيفة، كما قلت زوز مقابلات ودية سابقة خلال هذا التربص فاز ب3 أشواط نظيفة أمام كيبزي وفنربخشة، فرق ترتبي للدوري التركي الممتاز. إلى كرة السلة، بطولة البرو أ البارح تلعبت الجولة الرابعة من المرحلة الأولى. تذكير بالنتائج والترتيب، النجم الراتسي خسر قدام شبيبة المنازة 75 مقابل 64، ديلرذي بجرومبيريا نهز بتمام نادي الإفريقي 64 مقابل 58، نجم الساحلي ربح الشبيبة القيروانية 80 مقابل 74، نادي كرة السلة بالمهدية فاز على نجم حرق الواد 69 مقابل 58، اتحاد المنسين ربح اتحاد الأنصار 77 مقابل 59. الترتيب في الصدارة، النادي الإفريقي نجم الساحلي ب8 نقاط، ثم شبيبة القيروانية والاتحاد المنسيري 7 نقاط، المركز الخامس نادي كرة السلة بالمهدية 6 نقاط، المركز السادس نلقاو 4 فرق عندهم 5 نقاط هما اتحاد الأنصار، نجم حرق الواد، ديلرذي بجرومبيريا وشبيبة المنازة، والمركز الأخير ب4 نقاط المركز العاشر للنجم الراتسي. ذكر أن الجولة الخامسة لبطولة كرة السلة ستلعب يوم الأحد 4 في قاعة جورجيني نادي الإفريقي نجم الراتسي، 5 في قاعة الأمير بالمنزة شبيبة المنازة نجم الساحلي، في قاعة عمار بحرق الرويد نجم حرق الرويد يستضيف الدالي الريفي بجرومبيلي، في قاعة درج عبد الفيري اتحاد الأنصار الشبيبة القيروانية، في قاعة محمد مزاري اتحاد المنسيري يستضيف نادي كرة السلة بالمهدية. نرجع كرة القدم، تصفية الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم، أستراليا فاز على الصين 3-1، ماضي 3 أوزباكستان يواجه إيران، الأردن كوريا الجنوبية 5-4 مقابلات الإمارات كوريا الشمالية، قطر كيرغيزستان البحرين أندورا عمان الكويت، وال7 مقابلات السعودية اليابان والعراق يواجه المنتخب الفلسطيني. باش نختم بالكرة في أوروبا، اليوم تلعب الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية، 5 مولدوفا تواجه أندورا، لاتفيا مقدونيا الشمالية، 8-4 جملة من المقابلات أبرزها مباراة إنجلترا اليونان، إيطاليا تواجه المنتخب البلجيكي، أيضا في نفس التوقيت 8-4 النرويج سلوفينيا، النمسا كازاخستان، جزر فاروي يواجه أرمينيا، فنلندا إيرلندا، جبل طارق يواجه سامارينو، جبل طارق ينتمي إلى صفوف مهاجم مستقبل جابس أيوب الحميدي. بالرياضة العالمية كامل في السبور، شيء طيبة وإلى اللقاء. معنا احنا بدأت الحكاية ومحلاها حكاية، محلاها محبة، محلاها عشرة، احنا منكم واحنا ليكم والله يعني.